التدخل هنا بن جرينا من الشوط الثاني. انطلاقة عاصمية بحثا عن هدف أول في هذه المباراة. نعي جراح جهة اليسار الخط عليه، حكم المدافع المحوري على المهاجم النعيجي، يستفيد من مخالفة كيوسامة لتيم. كرة جهة اليمين، هنا العرضية تأتي في القائم الأول، وهنا جول 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 جول. 1-0 لأولاد العاصمة. وشاهدوا كيف بدأت وكيف تمت وانتهت. هنا العرضية من حميدي، هنا بالقدم اليمين يحط هدف ثمين سفيان بايزيد في الدقيقة 63. بدأت من حميدي وانتهت بأقدام بايزيد الذي يحط الجول الأول في هذه المباراة ويمنح الأسبقية والتفوق لمولودية الجزائر في وقت كنا نتحدى للهدف. شاهدوا كيف حدث ما حدث. حميدي لبايزيد، بايزيد هنا والاحتفال بالهدف وثق الخطى يمشي مولودية الجزائر في تحرك جديد في عملية هجومية جديدة هنا في منطقة الجزاء، ولكن الكرة في مهمة إبعاد الكرة. كرة ما خرجتش دائما عن طريق نعيجي، هنا صعبة، هنا خطيرة، عصمية الكرة ويضع الكرة في مرماه، يضع الكرة في مرماه الثاني الأهداف. الإعادة، شاهدوا كيف حدث ما حدث. هنا التمريرة من زوغرانا وفي مرماه، حطها بالحران. هدف هنا أوتو جول لمولودية الجزائر عن طريق بالحران، يحط كرة في شباك الحارس حارسه بوكريت. هنا التوزيعة تأتي ولتيم في الإبعاد طويلة نحو مرزوقي. هنا كرة خطيرة، هنا كرة خطيرة عاصمية بحثا عن ثالث الأهداف. مرزوقي التسديدة ولكن راحت. هنا الكرة للسيحي لفريق مولودية وهران، هنا التسديدة والمحاولة الخطيرة باش يحط الكرة في الشباك لتيم. مرة بديل يدخل في هذه اللحظات يبحث عن توزيعة عن عرضية. كرة عندما سجل بايزيد وبالحران في ضد مرماه